يقول لي اذا انت مو عبد لله. لا لا ما يخالف انت عبد لله ولا لا انه مساحه كبير انت. لا 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 انا ما عبد لله. انا ما همشك انا ارد عليك. يلا جاوبني. بالعكس جاوبني يلا. هل انت عبد لله؟ لا الاعتقاد بخلف. ان لم تكن عبد لله فانت عبد الشيطان. اختار واحد. قولي اللي تقوله. عبد الشيطان عبد لله قول هذا الشيء. لا اختار واحد. كيفك رايك. مو رايي هذا سؤال. ما تبني عليك بالسؤال. لا 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 ما احرجك. قولي انت عبد لله انت شنو علاقتك اذا انا عبد الله او عبد الشيطان؟ علاقتي فيك انا انت حر ان شاء الله تعبد انا رجل المريخ. انا اسالك انت اختار واحد. تبيني اجاوب؟ انا كمسلم افتخر واعتز واتشرف واسال الله ان يحييني عبدا مخلصا له في الدنيا وفي الآخرة. أنا ناصر أتشرف وأفتخر بأخلاقي وعلمانيتي ووطنيتي وعقلانيتي وبالعلم الذي من خلاله أحل إشكاليات حياتي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية بكل تواضع ونسبية أخلاقية.